فيلم باودر. تبدأ قصة الفيلم ويا بنية اسمها آنا ونشوفها وهي بالمستشفى، وآنا كانت على وجه الولادة، وبعد ما تولد يطلع الدكتور ويقول لزوجها غريتش أن زوجتك ماتت لكن الطفل بعده عايش، ويقول له أن الطفل اللي جابته زوجتك هو طفل مو طبيعي وشكله غريب، ويقول له أنه إحنا شاكين أنه هو بيبوهاق. وهنا غريتش يطلع من الدكتور أنه يشوف الطفل، وبالفعل الدكتور يوافق. وغريتش لما يشوف ابنه وهو موجود بالحضانة كانت مربوطة بأسلاك تبين صحة عقل الطفل، وغريتش ينهار من البكي. وهو يقول للدكتور انه هذا الطفل مو ابني ومستحيل ان ياخذه بشكله الغريب هذا، فالطفل كان يبكي وما يقبل يسكت. وبعد مرور 20 سنة على هاي الحادثة نشوف ضابط اسمه بارنم، وهو كانت ويا بنية اسمها جيسي، ونعرف انه جيسي هي مديرة ملجأ الايتام. وبعدها الضابط والمديرة يدخلون البيت رجال كبير، ويكون هذا الرجال هو جد الطفل اللي انولد ببداية الفيلم. وبارنم وجيسي يلاحظون انه قلاص الجد كان مكسور على الارض، ونعرف انه الجد مات بسكتة قلبية. والضابط بارنم يقول لجيسي انه انا جبتك هنا لانه اكو ولد موجود بسرداب البيت وهذا الولد ما يقبل يطلع، ويقول لها انه احنا ما قدرنا نعرف اسمه وحتى ما قدرنا نعرف اي معلومات عنه. او بعدها بارنم وجيسي يدخلون للسرداب، واول ما يدخلون يشوفون الولد خاتل بالزاوية، والولد كان خايف من عندهم. او اول ما الضوء يدخل للغرفة نشوف الولد وهو جلده وبشرته لونهم ابيض، او جسمه كان خالي من الشعر تماما، وعيونه كان لونهن بنفسجيات. او بارنم وجيسي يسألون الولد عن اسمه، فهذا الولد يقول لهم انه انا ما اعرف اسمي ولا اعرف اي معلومات عني، لكن جدي كان يصيح لي باسم بودرا، بس انا اسمي الحقيقي هو جيرمي. او بعد الضابط يطلع من السرداب ويعوف جيسي ام جيرمي حتى تعرف من عنده المعلومات عن حياته الغريبه. فجيسي تقول له انت ليش ما طلبت الشرطه والاسعاف اول ما عرفت انه جدك وقع ومات؟ او جيرمي يقول لجيسي انه جدي محذرني من زمان انه انا ما اطلع حتى ما حد يشوفني، وهو يقول لها انه جدي قال لي اذا احد شافك راح تواجه مشاكل هوايه انت في غنى عنها. او جيرمي يكمل كلامه ويقول انه انا ابد ما رحت للمدرسه وانا تعلمت القرايه والكتابه هذا المكان، ويقول لها انه انا ما طلعت ولا شفت العالم، واني كل هاي الفتره اللي قعدت بيها هنا حفظت كل الكتب اللي موجوده. فجيسي تقوم وتختار كتاب صعب وتقرر انه تختبر جيرمي وتختبر كلامه. فجيرمي قال لجيسي افتح الكتاب وقولي له رقم الصفحه اللي تريدين اقراها اليك. وبالفعل جيسي تقول لجيرمي انه انا اريدك تقرا لي صفحه 216 واريدك تقراها بالحرف الواحد او ما اريدك تشوف الكتاب. وبالفعل جيرمي يبدا يقرا كل الصفحه بدون ما يبوع على الكتاب. فجيرمي يقول لجيسي اذا تريدين اختبريني باي كتاب وانا راح اجاوبك عليه. او جيسي كانت مصدومة متفاجئة لانه كلامه طلع حقيقي. او بعد تقول لجيرمي انه انا اريدك تجي وياي للدار مالتي واحنا راح نهتم بك ونراعيك. او بعد كلام طويل جيسي قدرت تقنعه انه يجي وياها لدار الايتام. واول ما جيرمي يطلع من البيت كل الاضوية مالت السيارة تصير بها مشاكل، او جيرمي يروح يركب بالسيارة ويا جيسي. وبهاي الاثناء الضابط ينتبه انه اكو عواميد كهربائية فوق بيت جيرمي، وصديق الضابط دونكن يقول انه انا احس انه اكو شيء غريب بجيرمي لانه الدكاترة قالوا انه بالرغم من انه جد مات بسكتة قلبية الا انه قلبه تعرض لمحاولة انعاش كهربائية، وهاي عملية الانعاش رادت تنقذ حياته لكن الموت سيطر عليه. وبعدها جيرمي يوصل للملجأ وكانوا الكل متفاجئين بشكل جيرمي، والولد اللي موجودين بالملجأ كانوا يبعون على جيرمي بنظرات غريبة جدا. وهسه نشوف جيسي وهي كانت رايدة ان تسوي اختبار ذكاء الجيرمي، ولما هو كان يتغدى يجي يمه شخص اسمه جون واللي يكون عمره 30 سنة. وجون كان يعيب ويقلد ويتنمر على شكل جيرمي، وجون يقول لجيرمي انه لازم تخلي الخاشوقة على خشمك مثل هذا الولد. وبهاي الاثناء جيرمي اخذ الخاشوكة وعوجها بايده وهو وقفها على الطبلة، فهنا هو بدأ يسوي حركة غريبة. وفعل هاي الحركة جيرمي خلى كل الخواشيق والاشواك تلتم على الطبلة اللي هو قاعد عليها، والخواشيق والاشواك كانت على شكل جبل. وبعدها نشوف الضابط وهو راجع للبيت، والضابط لقى ابنه ستيف وهو واقف بالباب، ونعرف ان العلاقة بين الضابط وابنه هي مو كل الزينة. فالضابط يدخل للبيت ويصعد لزوجته، ونعرف ان زوجته هي بيها مرض السرطان، وزوجة الضابط كانت ما تقدر تحكي وما تقدر تفتح عيونها. فالضابط كان مشغل ممرضة بالبيت، ومهمة هاي الممرضة انه تقعد ويا زوجته وتراعيها دائما وما تخليها محتاجة اي شيء. وبثاني يوم الدكتور يكشف على جيرمي، ولما يكمل كشف الدكتور يقول انه صحة جيرمي جدا ممتازة وهو ما عنده اي مشاكل صحية. وبعدها جيسي تقول لجيرمي انت تريد تروح للمدرسة؟ فجيرمي يقول انه انا ما عندي اي مشكلة وعادي اروح للمدرسة واتعلم. ولما يروح للمدرسة الاستاذ كان يعلم الطلاب على شيء يخص الكهرباء، والاستاذ كان يعلم الطلاب على كيفية انتقال الكهرباء من جسم الى اخر مثل الكهرباء الساكنة وغيرها. ولما المدرس كان يشرح بالدرس جيرمي بدأت تصير له شغلات غريبة، أو بعدها الكهرباء زادت بجسم جيرمي أو جسمه بدأ يتأثر بموجات كهربائية كبيرة، وكل الطلاب كانوا خايفين من عنده. وبهاي الأثناء هو يبدأ يطير بسبب قوة الكهرباء اللي ملكها، وبوقتها المدرس ما كان يعرف يساعد جيرمي. وبهاي اللحظة المدرس يشيل كرسي خشبي ويشمر على صاعقة الكهربائية، وفعلا هو قدر أن يفصل الصاعقة عنه. وبهاي اللحظة جيرمي يوقع على الأرض والمدرس يروح ويلزم جيرمي ويطمن عليه. وبهاي اللحظة شعر جسم المدرس كله يوقف.
أو بعد المدرس أخذ جيرمي ووداه للمستشفى، أو بالمستشفى المدرس يقابل الدكتور، فالدكتور يقول للمدرس إنه أنا ما أصدق الكلام اللي أنت قلته، لأن الكهرباء بهيج كمية تقتل وتحرق أي شخص يتعرض لها. ونعرف إن الدكتور يقول للمدرس إنه جيرمي بصحة جيدة، وهذا معناه إن القصة اللي قلت ليها هي عبارة عن خيال وكذب. فالأستاذ يقول للدكتور إنه جسم جيرمي ما يتأثر بالكهرباء لأنه جسمه خالي من الشعر تماماً. أو بعدها جيرمي يطلع من المستشفى، أو جيرمي كان مقرر إنه يروح البيت جده، لكن بالطريق يقابل صديق لينسي. أو جيرمي ولينسي بدون يحجون ويا بعض، وكل الناس اللي بالفرع يباعون على جيرمي بدهشة بسبب شكله الغريب. أو جيرمي يقول للينسي إنه أنا أقدر أسمع أصوات وأفكار الناس، وإنه أنا أسوي هيك ويا أي شخص موجود بالقرب من عندي. فلينسي ما تصدق بجيرمي، وهي كانت تعتقد بأنه هو ديهلوس بسبب اللي صار له. وبأثناء ما هو راجع البيت جده يقابل الضابط والشرطي، فالضابط والشرطي يجبرون جيرمي إنه يرجع للمستشفى، لكن جيرمي يرفض ويقول لهم إنه أنا أكره المستشفى كل شهواية. والضابط يقول لجيرمي أنت ليش تكره المستشفى؟ وهي مكان للعلاج والتشافي من المرض. أو جيرمي يقول لهم أنه أنا أكره المستشفى من يوم اللي انولدت بيها. أو بعدها يعوفهم ويروح للمدرسة، أو بالمدرسة يخضع لاختبارات الذكاء، وهو قدر إنه يتعدى هاي الاختبارات بسهولة تامة جدا، والأشخاص المسؤولين عن الاختبار يكونون مذهولين، وهم يقولون إنه ذكاء جيرمي خارق وكلش ممتاز. فجيرمي يقول لهم إنه أنا أريد أرجع البيت جدي، لكن جيس تقول له إنه البنك حجز بيت جدك. أو لما يجي ثاني يوم الشرطة والضابط يأخذون جيرمي برحلة للتخييم، ولما يوصلون المكان اللي راح يروحون يخيمون به، جيرمي يروح ويقعد بمكان لوحده، فالضابط راح يقترب جيرمي، وبهاي اللحظة يكون الجو عاصف ومرعد، فهو يقول للضابط كل ما تصير عاصفة ورعد أنا أحس بيها، والرعد ينزل للأرض على مود يضربني. وبثاني يوم جيرمي كان دا يتمشى، وهو يخلي إيده على الأرض ويطلع السحالي، وهنا يكون جون وصديقه كانوا يراقبون بيه. أو جيرمي يعرف إن هما كانوا يراقبوه، أما جون فهو كان شايل بإيده بندقية. أو جون يقول لجيرمي إنه أنا حاليا أقدر أقتلك، لكن بهاي الأثناء يسمعون صوت إطلاق النار، ونعرف إن صوت إطلاق النار هو إنه الشرطة صاد غزالة. فجيرمي وجون وصديقه كانوا موجودين بالقرب من الغزالة. أو جيرمي كان ضايج ومعصب لأنه كان حاس بالألم اللي جاء تتعرض للغزالة، وهنا يخلي ايده على رقبة الغزالة، وايده الثانية يخليها على ايد الشرطي، فالشرطي يبدأ يحس بألم كلش قوي، وهنا هو يبقى ينقل الألم اللي جاي تحس به الغزالة للشرطي، والشرطي كان دي يتألم. وبهاي اللحظة جون كان يريد يضرب جيرمي برصاصة، لكن بهاي اللحظة صديقه جون يرفع البندقية، والرصاصة تنضرب بالجو، وبسبب صوت الرصاصة جيرمي يعوف الشرطي، وهنا نعرف انه جيرمي سوى كل هذا لأنه هو عطوف على الحيوانات ويحس بالألم اللي دا يمرن بيه. وبعدها نشوف الضابط وهو موجود بالبيت، أما الدكتور فهو كان موجود يم زوجة الضابط. أو لما الدكتور يطلع من الغرفة يقول للضابط أن زوجتك ليش لحد الآن متمسكة بالحياة، وهي ليش ما تستسلم للأمر الواقع وتموت، لأنه زوجتك يوم بعد يوم جاي تسوء حالتها أكثر. وبمشهد ثاني يشوف المدرس هو موجود يم جيرمي، والمدرس يقول له أنه أنت لما أغمى عليك وأنا لزمتك حسيت أنه بداخل طاقة كبيرة، ويقول له أنه إنشتاين قال أنه مو سهل الشخص يكون عنده مستوى ذكاء خارق، وأنه كل اللي بيك ممكن يكون بسبب شيء صار لك وأنت صغير. وبهاي الأثناء المدرس يطلب من جيرمي أنه يصيرون أصدقاء، أو بالفعل هو يوافق. وبمشهد آخر نشوف الضابط وهو موجود يم الشرطي، والضابط يتفاجأ من يلقى الشرطة متخلص من كل عدد الصيد، وهذا الشيء غريب بالنسبة للشرطي لأن الشرطي يحب الصيد كل شهواية. فالشرطي يقول للضابط أن جيرمي نقل لجسمي ألم الغزالة اللي أنا صدتها، والألم اللي كانت تحس به الغزالة كلها بسببي لأنه أنا قتلتها، وكل الألم اللي حسيت به كان ألم حيوان واحد، وأنا سابقا قتلت حيوانات هواية، وذن الحيوانات أكيد تعذبن بسبب الألم، ولهذا السبب أنا راح أترك الصيد. وهنا الضابط يطلب من الشرطة انه يجيب جيرمي البيت على مود يساعده بالتواصل ويا زوجته، وفعلا جيرمي يجي ويلزم راس زوجة الضابط. او جيرمي يقول للضابط انه زوجتك تقول انه انا ما راح اموت الا وانت تسامح ابنك. او جيرمي قال كل هذا الكلام لانه قدر يقرا الكلام اللي تفكر به زوجته، وهنا الضابط يبقى يبكي فيقوم ويحضن زوجته، وهنا زوجته تفتح عينها لحظات قليله وبعدها تموت. وبهاي اللحظه نشوف ستيفن وهو راجع من المدرسه، واول ما ابوه يشوفه يروح ويحضنه بكل قوه. وبعد هاي الاحداث كلها نشوف جيرمي هو واقف ويا صديقته لينسي، ولينسي كان مبين عليها انه هي تحبه. وبهاي الاثناء يجي ابو لينسي، والاب اول ما يجي يبقى يرزل ويشتم وهين بجيرمي، لكن بهاي اللحظه جيسي تجي، وابو لينسي ايضا يبدا يغلط عليها، والاب ياخذ بنته ويروح. اما جيرمي فهو كان مقهور كل شهوايه من الموقف اللي تعرض اله. او جيرمي قرر انه يروح البيت جده، لكن هو رايح البيت جده يسمع صوت اشخاص وهم يلعبون بالملعب. او لما جيرمي يدخل عليهم جوني قابله، او جون ياخذ طاقيه جيرمي، فجيرمي كان يحاول انه ياخذ الطاقيه مالته ويرجعها،
بس جون يبقى يحكي على جيرمي وسمعه كلام يجرح، وهنا جيرمي قرر ينتقم لجون ويقول له انه زوج امك السكران اللي كان يهين بيك برزلك، ويقول له انه انت اصلا شخص ما تسوى اي شيء وانت شخص فاشل. او جون لما يسمع هذا الكلام يعصب كلش هوايه، فياخذ جيرمي وينزع ملابسه، وهو كان يريد يقتل جيرمي. او جون يبقى يقول لجيرمي كلام يعصبه، فجيرمي يعصب هوايه، وفجاه هو يضرب عاصفه من جسمه، وهاي العاصفه وقعتهم كلهم، وحتى جيرمي بسبب قوه العاصفه ايضا وقع، وبسبب الوقعه اللي تعرض لها جون يكون ياخذ انفاسه الاخيره. وهنا جيرمي قرر انه ينقذ جون قبل ما يموت، فجيرمي يروح لجون وينطي صدمات كهربائيه لحد ما قلب جون ينتعش وهو يرجع للحياه. فصديق جون يقول لجيرمي اهرب بسرعه من المكان قبل ما يقعد ويشوفك، او جيرمي مباشره يعوف المكان ويروح. وهنا هو يروح البيت جده، لكن اول ما يدخل للبيت يلقى البنك ماخذين كل شيء موجود بالبيت. وبهاي الاثناء جيسي تجي وتقول لجيرمي انه انا وحدك راح القى لك بيت تعيش بيه لوحدك. وبهاي اللحظه المدرس يجي ويقول انه انا راح اساعدك على مود تعيش بسلام، وايضا على مود تبتعد من كل الناس اللي يضايقوك ويزعجوك. لكن بهاي الاثناء يجي الشرطه والضابط، او جيسي تطلع للضابط والشرطي وتقول لهم انه انا اتمنى منكم انه ما تقبضون على جيرمي. وهنا الضابط يقول لها انا شلون اقدر اقبض على جيرمي وهو الوحيد اللي فرحني وساعدني بوقت ما كنت اني محتاج بيه المساعده. وبعدها جيرمي يبقى يركض لحد ما تجي صاعقه قويه من السماء، وعلى اثر هاي الصاعقه جيرمي يختفي للابد. وكل الناس كانوا يدورون على سبب اختفاء جيرمي، لكن ما حد عرف هو وين راح. ولهنا تكون نهايه الفيلم.